خليني اقول لك انه من وجهة نظري المتواضعة جدا، واحد من اهم وافضل واعظم المشروعات اللي بتتعمل في مصر، لانه بالغ الاهميه بالمناسبه، هو المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجيه للسلع الاساسيه. وبقعد افكر احنا لو ما كناش شغالين في هذا الاطار وبهذه الطريقه كنا عملنا ايه؟ والله بتكلم بجد. طيب هسال يمكن جزء، او هعتبر هذا الاستفهام جزء من سؤالي بعد الترحيب بالدكتور ابراهيم العشماوي رئيس جهاز تنميه التجاره الداخليه والبورصه السلعيه. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا انا اسف ان احنا بنتكلم متاخر، ونعرف ان دكتور ابراهيم ينام بدري جدا جدا. لا انا تحت امرك يا رب يخليك يا فندم. ربنا يخليك دكتور. موضوع المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجيه للسلع الاساسيه ده قصته ايه؟ ولو ما كانش اتعمل او ما كناش اشتغلنا فيه كنا وصلنا لفين؟ شوف، من الموضوعات ذات اولويه قصوى للامن القومي المصري هو الامن الغذائي. حلو. والحقيقه الامن الغذائي بينقسم الى شقين، الشق الخاص بالحبوب ومستوعبات هذه الحبوب من صوامع وهناجر وبناكر وخلافه، وده بيبقى خاص بتكوين أرصدة من السلع الاستراتيجية تصل إلى 6 شهور طبقا لتوجيه فخامة الرئيس. ده بيشمل القمح والسكر والزيت والرز وخلافه. حلو. أما الجزء الثاني فهو خاص بالسلع تامة السكر. حضرتك تعلم والسادة المشاهدين ان الحقيقة احنا لدينا 64 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية، ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموين خاصة بالسلع التموينية. فبالتالي كل مواطن لديه متسع من الاختيار ما بين 31 سلعة تموينية. طيب قلنا الحبوب وما هو يتعلق بالأقماح والحبوب بيتم تخزينه في الصوامع والهناجر والبناكر. أما فيما يتعلق بالسلع النهائية فلدينا ما يقرب من 1600 مخزن على مستوى الجمهورية. طيب هل هناك فاقد وتالف من جراء التخزين والنقل والإمداد؟ نعم. فبالتالي كان توجيه فخامة الرئيس زي ما كان في المشروع القومي للصوامع أن يكون هناك مشروع قومي للسلع في شكل مخازن استراتيجية أو مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية. تم دراسة تكليف فخامة الرئيس وتم التوافق على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية لتخزين 31 سلعة على مستوى الجمهورية. وبالتالي كل مخزن أو مستودع استراتيجي يخدم ما يقرب من 4 محافظات. ده بيساعد أنك أنت حضرتك تزود في الاحتياطي الاستراتيجي من السلع تامة الصنع. فهنلاقي في المخزن أو في المستودع الاستراتيجي إزازة الزيت، كيلو الرز، كيلو السكر، بحيث أن هذه السلع تخرج مباشرة من المخازن الاستراتيجية عند الحاجة للمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية. احنا عندنا ما يقرب من 40,000 منفذ تمويني على مستوى الجمهورية. فبالتالي الهدف الاستراتيجي من المستودعات هو زيادة حجم المخزون، تقليل الفاقد والتالف، أن يكون هناك جودة عالية في تخزين هذه السلع، ويتم تداولها بأسلوب مميكن زي ما بنقول عليه state of the art technology. والجديد في هذا الأمر أن الشركاء في هذا المشروع هم القطاع الخاص، الشركات الكبرى من القطاع الخاص لإنشاء وإدارة وتشغيل هذه المستودعات. إذن هي شراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بتصميم والاستثمار والتنفيذ والإدارة والتشغيل والتصين لهذه المستودعات، على أن تقوم الحكومة بتخزين سلعها داخل هذه المستودعات.
طب ده عظيم جدا. احنا نقدر نقول ان احنا وصلنا لكام في المية من هذا المشروع؟ الحقيقة تم الترسية، ترسية المشروع. المشروع الحقيقة الدراسات التي تمت على مدار العام المنصرم، المفاوضات التي جرت مع القطاع الخاص، عملية ان احنا نعمل فلترينج او تصفية للشركات اللي تقدمت يكون لديها المعرفة والملاءة المالية، وكل شريك من هؤلاء الشركاء من القطاع الخاص هيكون لديه يعني شريك مشغل من الشركات المعلومة عالميا في إدارة وتشغيل المستودعات الاستراتيجية. احنا تم تسليم الأراضي للمطورين. المستودع الواحد عشان يبقى الناس متصورة على مساحة 10 فدان، يعني بتكلم تقريبا على ما 42,000 بالضبط، ما يتعدى 40,000 متر مربع. كل الإدارة بتاعت المخزون مميكنة، بيتم متابعة المخزون على مستوى الدولة من خلال داشبورد، بحيث يبقى عندك إيه الداخل والخارج بالنسبة لهذه البضائع الأساسية التموينية. عن حق هذا المشروع بيعتبر نقلة نوعية في زيادة المخزون من السلع الأساسية ومضاعفة هذا المخزون، تقليل الفاقد والهالك عند تخزين وتداول هذه السلع التموينية، وإن يكون القطاع الخاص هو اللي بيقوم بالاستثمار وبالإدارة والتشغيل والحكومة تقوم بالإيجار بنظام حق الانتفاع لمدة 35 سنة. لهذه لأول مرة يكون هذا المشروع بهذه الشاكلة، بنسميها Offtake Agreement، إن القطاع الخاص هو اللي بيقوم بكل ما يتعلق بالتمويل والإنشاء والتشغيل، على أن يكون الحكومة هي المؤجر للمرة الأولى في تخزين سلع تموينية. طيب دكتور إبراهيم، معلش أنا أثقل على حضرتك بس سؤال كمان. إحنا قبل كده كنا شغالين إزاي؟ إحنا بنشتغل حضرتك زي ما ذكرت عند الأولاد الشركة القابضة للصناعات الغذائية المسؤولة عن تخزين السلع التموينية، لديها 1600 وشوية مخزن على مستوى الجمهورية. معظم هذه المخازن الحقيقة بتبقى مؤجرة، ما هيش على أقول المستوى التكنولوجي العالي، فبالتالي كان توجيه فخامة الرئيس إن يتم إنشاء كيانات عملاقة لتخزين هذه السلع في شراكة مع القطاع الخاص. كان الفاقد الهالك ممكن يصل إلى 3 و4، ومش عايز أقول وقد يصل إلى 5% من إجمالي السلع، بتصل إلى 50 مليار جنيه في السنة. ف 50 مليار لما أقول إن ممكن يكون فيها هالك وفاقد بسبب سوء التداول، فده الحقيقة مبلغ كبير للغاية طبعا. فإحنا قلنا الحقيقة طبقا لتوجيه فخامة الرئيس والدراسات التي تمت، أن مصر في احتياج 7 مستودعات استراتيجية. تم التوافق على المرحلة الأولى بإجمالي 4 مستودعات استراتيجية، والحقيقة أكبر شركات في مصر هي اللي هتقوم بالإنشاء والإدارة والتشغيل بالتنسيق مع القطاع الخاص الأجنبي في إدارة هذه المستودعات. يبقى المواطن هيقدر يتحصل في النهاية على سلعة ذات جودة متميزة، مش هيكون فيه فاقد أو هالك، وبالتالي تصل السلعة إلى الجمهور بشكل لائق متميز دون أي نوع من أقول إيه المشكلات في هذه السلعة. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، ألف شكر لحضرتك الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية.